الدولية نبدأ من لبنان، حيث قام محتجون في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء بقطع طريق جسر الرينج احتجاجا على احتمال تسمية سمير الخطيب رئيسا للحكومة المقبلة. واستخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لإخلاء الجسر من المحتجين. وأفادت وسائل إعلام بأن محتجين قاموا بقطع طريق البالما في طرابلس وعددا من الطرق الأساسية شمالي لبنان، فيما تم قطع عدد من طرق البقاع الأساسية شرقي البلاد.